ما احنا لو كنا لقينا العقود اللي مضت عليها الحاجة فاطمة كانت وفرت علينا حاجات كتيرة قوي يا سلطان. توفر علينا ايه؟ ده بقى شقاه كله لاخواته ولشريف والناس تانية. ابن الحرام ده بيأكد ان انا ما اقدرش ارجع فلوسي تاني. او بيأمن نفسه مع اخواته. اول ما خرجنا يا سلطان وانا عارف الواد ده ناوي على حفر وعلى بلاوي سودا كتير، وزي ما كتب المكتب باسم كريم عشان يلبسها كتب المحلين باسم اخواته عشان يصدرهم وقت اللزوم. طمع. لا يا حمدي، دفتت فلوسي حته حته عشان لو فكرت ارجعها يمرمطني. ولو فلوسك هترجع لك يا سلطان وحقك هرجع لك وهفكرك. هو دلوقتي تحت درسنا احنا. بقولك دخلت من غير مفتاح، انت مش فاهم ولا بتستعبط؟ انت بتلمح ليه وبتكلمني انا ليه اصلا؟ عشان انت الوحيد اللي رابط نفسك بيهم، وانت الوحيد اللي فينا اي واحده تستخباك. نعيم، بس انا منبهه. بص يا ابني، عايز تلعب العب براحتك، انا ما عنديش اي مانع، العب، بس ما تودناش كلنا في داهيه. ايه اللي مخليك متاكد انها هي؟ عشان انت نفسك متاكد يا شمس. ممكن نهدى يا اخواننا كده ونفكر شويه. الولية دي مش ناوية على خير. أنا شايفة إنها بتسن. أنا اللي فاكرك بتفهمي. وإيه المشكلة؟ موتها مش سهل. ومين قال لك إني بتكلم في موتها؟ إحنا نمشيها من الحارة خالص. زعلان منك. مش لما تحب تزوريني. تقولي لي عرفك السكة. هات يا ابني الخيار. أنا بعرف أروح لوحدي. وخدي بالك بقى عشان السكة ضلمة. ممكن يطلع عليك عيل ابن حرام، ما نعرفش ممكن يعمل إيه. أصيل، تعرف أعلى حاجة فيك إيه؟ إنك مش ناسي أصلك. عجبتني يا حمدي. وخدوا بالكوا بقى عشان أنا بلعب كويس. ده أنا بلعبتين جبتكوا لحد هنا. ما بالكوا بقى لو قرصت ايدي ممكن اعمل ايه؟ صدق بالله هيجي يوم وهكسر حالك. لا انا كده جبت اخري. لا صدقني لسه. اخرك ده على ايدي. يشوفكوا واقفين الوقفه دي ما يعرفش انتوا جايبين الثقه دي منين بصراحه. انا مش عارف الثقه دي جايه منين. احنا بقى نقول لك. ويلا بقى من هنا عشان ده محل اكل عيش. وعايزين نرش ميه. طيب يلا على الباب. طيب طيب بس 40 على ايه؟ اهلا اهلا استاذه سيدرا. هاي يا طنط ازيك؟ الحمد لله. انا جايه يمكن لسه عايزه تعزميني على الكسكسي البلدي. ايوه خلص بس ممكن نتصرف. طيب ماشي حبيبتي، هستناكي جوه مع خوذاء على ما تحضري اي حاجه بايدك الحلوين. خش يا حبيبتي اهو قاعد جوه. ازيك يا خوذاء؟ سيدرا طالما انت جيت لحد هنا يبقى انا بقيت كويس. الله اوضتك حلو قوي. انا ماشي مقبوله منك يا ست سيدرا. ليه؟ ايه اللي انا قلته غلط؟ بس انا مش شايف اي حلاوه في اوضتي. يعني كفايه انها اوضه خوذاء. بس بقول لك ما ينفعش انا واسحش كانت دي مجرمه، دي مسجله. تعالى اقعد جنبي يا خوذاء، عايزك في حاجه مهمه. شكلك عايز مصلحه. اه بص مش ده مكتب الاستاذ نعيم؟ هو مكتب الاستاذ نعيم. طب وقول لي ود سلطان وحمدي هناك بيسرقوا. تخيل. معقولة؟ وصل بك الحل كده يا سلطانة؟ شوف بقى لو سكتنا لها أكتر من كده وفضلت قاعدة لنا في الحارة هتعمل إيه تاني؟ ماشي. يبقى هي اللي جابته لنفسها. بالظبط. ونعيم زهق من وجع الدماغ اللي جاية من وراها. بس برضه مستعيب ان يروح يكلمها فتقل ادبها عليه. وده ما يصحش. ما يصحش.
امال ايه اللي صح؟ الست بتقف لها ست زيها، ومفيش ست في المنطقه كلها تقدر على كارتة والنسوان اللي تحت ايديها. مش انت اللي قلت كده برضو؟ اه نسوان بتوع كارتة صح، هما صبايا الخير بتوع امي. ده جهاز كشف معادن، وده بيعمل ايه عند نعيم؟ هيكون هيعمل بيه ايه؟ هيكشف بيه بطنه؟ طبعا هيستخدمه في الحفر. اهي كده بقى باينه وش. خلاص يبقى نبلغ البوليس، وهما اكيد لما يكونوا عارفين كل حاجه هيساعدونا. هيساعدونا في ايه؟ عايزين اقول لهم ايه؟ اشتروا حاجه يباعوها؟ بيدوروا على اثار؟ وهي دي برضه قليله؟ الحرامي بشيلته يا ورد، حتى لو اتسجن السجن لا بيرجع حق ولا بيبل ريق. احنا ممكن ما نبلغش البوليس بس نعمل زيهم. اللي هو ازاي يعني؟ نستناه لحد ما يجي بشيلته، وبعدها بقى نقعده على حجرنا. مش فاهم قصدك ايه؟ نعيم واخواته تحت ايديا، احنا عايزين بس غلطه عليهم، وهم بسم الله ما شاء الله كلهم غلطات. خصوصا الواد شريف ده اللي بيعوا المطعم والقهوه من الحرام. انا بقى حاسه ان الشريف ده هو اللي عمال يفكر لهم كلهم. طب وده نعمل معاه ايه؟ الله يمسيك بالخير يا جو. قصده يعني لو كان موجود كان على الاقل ساعدنا ان احنا نراقب تليفونه. لا يا شريف، ده محتاج تكتيك كبير قوي. انا هعمل حبه شاي. وتعرفيني كويس كمان صح؟ بسرعه والنبي الله يخليك. اهدي يا سلطانه. ليه يا ورد؟ ليه؟ ليه مصورة تجرحيني؟ هم؟ أحبك أحبك يا ورد، والله العظيم أحبك، والله العظيم أحبك. مش مصدقاني؟ لا 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 لا، ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. خلاص خلاص، انا بحبك ورد، والله العظيم بحبك. اقفل يا والنبي يا اسطى. يلا يا حمدي ننزل نشوفه. ننزل نشوف ايه؟ مش هما اللي خارجين دول يا سلطانه؟ ما هم زي الفل اهو، انتوا خارجين مع بعض. هم وراهم يا اسطى، اطلع.